شاركت العاصمة الرياض وغيرها من مدن المملكة شقيقتها دولة الكويت في احتفالها بعيدها الوطني بحضور عدد من الأمراء والسفراء ونخبة من الأعلاميين والفنانين ورواد الأعمال في مشهد يجسد عظم التلاحم بين البلدين. أنا لما نتكلم على حفل يعني عيد وطني كويتي وبكرة عيد التحرير، فمن محاسن يعني محاسن القدر أني أحتفل فيه بأرض المملكة العربية السعودية اللي انطلقت منها أولى رصاصات التحرير اللي ردعت الطغاة وعادت الحق إلى نصابه وتنفست الكويت الحرية من جديد. يعني الكلمات لا يمكن أن توفي مشاعرنا تجاه أشقائنا في المملكة العربية السعودية ولا تجاه قيادتها السياسية. الكلام أكبر والمشاعر أكبر من أن يعبر عنها من خلال كلمات معدودة في هذا اللقاء. تمتد العلاقة الكويتية السعودية إلى قرون عديدة مضت تخللتها مواقف شهدت عمق وقوة ترابط هذين البلدين، إضافة إلى ربط مصيرهما ببعض في كثير من أوقات الحسم. أنا ما راح أتكلم على مشاعر الحب اللي غمرونا فيها شقانا بالمملكة العربية السعودية بقدر ما راح أتكلم على الموقف العظيم للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا إبان أخطر مرحلة عاشها وطننا العربي المتمثلة بالغزو العراقي على دولة الكويت ودور المملكة العربية السعودية بشكل عام والملك فهد تحديدا، الله يغفر له ويسكن الجنة، على الموقف التاريخي عندما ربط وجود السعودية وربط كيان بقاء السعودية ببقاء الكويت وقال كلمته الشهيرة يعني اللي قال ما عاد في كرامة، إذا راحت كرامة الكويت راحت كرامة السعودية، يا نعيش سوا يا نروح سوا. فبالتالي هذا الشيء اللي احنا عايشناه ولمسناه من باب الواجب علينا كإعلاميين ان احنا نأصله في نفوس النشأ اللي ما عايش هالحقبة المفصلية في تاريخ العلاقة الخليجية وفي تاريخ العلاقة السعودية الكويتية. تخلل الحفل العديد من الفعاليات وتأدية بعض الفقرات من قبل فنانين كويتيين وفرق مشاركة تعكس الإرث الثقافي والفني الأصيل لدولة الكويت. نجلاء ساكت، الأخبارية، الرياض.